سلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة سعيدة على الجميع وكل من وجد على أرض مصر، مسلمين، مسيحيين، مصريين أو غير مصريين، كل سنة وكل الجميع بكل خير، ونحتفل بإذن الله كل عام مع كل المصريين بهذه المناسبة السعيدة وهذا العام الجديد، ويأتي بإذن الله علينا أعواما عديدة وأياما مديدة بإذن الله، وكل واحد يكون حقق أمنيته، ونسأل الله أن يجعله عاما سعيدا مليء بالطاعات، وأن نكتسب فيه الحسنات وأن نبتعد عنه في السيئات، اللهم أمين. ويظل شعب مصر وأهل مصر في رباط إلى يوم القيامة. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، أتوجه بالتهنئة لإخوتي وأصدقائي أقباط مصر. كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر كلها بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الوطن جامعا لنا جميعا بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم من العاصمة الإدارية، موجودين في الكاتدرائية، أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وده حاجة كده فخر لينا كلنا كمصريين إن احنا نجد المساجد الكبيرة ونجد الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة. بيأكد معاني جديدة جدا اللحمة الوطنية، بيأكد التعايش وبيأكد التآلف اللي موجود بيننا وبين إخواتنا المسيحيين، وهي دي في الحقيقة كلمة مصر. يعني كلمة مصر بتبدأ بحرف الميم فتلاقيها مسلم ومسيحي، فهي دي المعادلة القاسية اللي حاول كتير قوي من أعداء الوطن ومن من الخونة ومن غيرهم إن هم يدمروا العلاقة دي بشكل ما أو بآخر، ولكن ستظل مصر وسيظل المسلمين والمسيحيين في مصر في أمن وأمان إن شاء الله تعالى، ودايما وأبدا تحيا مصر. أجمل وأرق التهاني بالعام الميلادي الجديد لكل أبناء وطن الحبيب مصر الغالية في الداخل وفي الخارج، تحية إجلال وتقدير وتهنئة من القلب لهؤلاء إخواننا المسيحيين من كل الطوائف والملل المختلفة. هؤلاء لا أقول شركاء الوطن، هذه الكلمة لا تفي بالحقيقة، ولكن يملكون الوطن كما نملكه، هم ملاك الوطن معنا. تسيل دماؤهم وتختلط بدمائنا دفاعا عن هذا الوطن الحبيب، كما تعرق جباههم لرفعة هذا الوطن، كما عرقت وتعرق جباهنا. فكل التحية والتقدير وكل التهنئة الخالصة من القلب كل هؤلاء إخواننا المسيحيين على شتى بلادهم واختلاف أماكنهم في الداخل والخارج، ولكل أبناء مصر العظيمة تحية إجلال وتقدير، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، اسمحوا لي أتقدم بصادق التهاني وعظيم التبريكات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأيضا قداسة البابا طهرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجناب الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وجناب البطريرك إبراهيم إسحاق رئيس طائفة الكاثوليك في مصر، وجميع الطوائف المسيحية وجميع الإخوة المسيحيين أحبائنا وأبناء هذا الوطن العظيم مصر، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة وسعادة وسرور على مصر وأهلها. كل عام وجميع المصريين بخير، كل عام وإحنا جميعا بخير.